عقد البرلمان الأوروبي مؤتمرا ناقش فيه تجاوزات نظام الولي الفقيه المتعددة ودورها الأساسي في الحروب بالوكالة في المنطقة. بحث المؤتمر قام عن النظام الإيراني للتظاهرات والمطالب الشعبية الواسعة في مختلف المحافظات الإيرانية، وأشار الباحثون إلى خطورة تطوير إيران برنامجها الصاروخي البالستي وسعيها لامتلاك سلاح نووي يهدد أمن دول الجوار والسلم والأمن العالميين. وأكد توني كيلام عضو لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أكد أن الاتفاق النووي فشل بسبب سياسة إيران وملفها في حقوق الإنسان. من جانبه قال مدير مركز بروكسل للبحوث وحقوق الإنسان رمضان أبو جزر إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران.